توقع مشاركون في اللقاء التشاوري لتدارس الخيارات المتاحة لبدء العام الدراسي الجديد في ظل انقطاع المرتبات عن معلمين وموظفي تعز، توقعوا انهيار العملية التعليمية وما سيترتب من آثار مدمرة جراء ذلك، فيما طرح آخرون خيار استمرار العملية التعليمية مع تصعيد الاحتجاجات والضغوط على الحكومة الشرعية. وتوقع مشاركون في اللقاء التشاوري لتدارس الخيارات المتاحة لبدء العام الدراسي الجديد في ظل انقطاع المرتبات عن معلمين وموظفي تعز، توقع انهيار العملية التعليمية وما سيترتب من آثار مدمرة جراء ذلك، فيما طرح آخرون خيار استمرار العملية التعليمية مع تصعيد الاحتجاجات والضغوط على الحكومة الشرعية. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا أحمد البحيري، رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي. مساء الخير بداية سيد أحمد، ما الذي تم الاتفاق عليه أو ما الصيغة الذي اتفق عليها في اللقاء التشاوري؟ هل تم الاتفاق على استمرار العملية التعليمية مع التصعيد مع تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة، أم الإضراب عن العمل بشكل كامل ومما يعيق العملية الدراسية؟ أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة صيام الشباب. في البداية نقول أن اللقاء لو ترفع صوتك قليلا سيدي. اللقاء التشاوري الذي نظمناه قبل يومين في تعز كان هدفه إثارة الموضوع مع مختصين القيادات التربوية وأكاديميين والسلطة المحلية لتدارس الوضع بكل خياراته وبكل أبعاده حتى نخرج برؤية موحدة لمعالجة الوضع الذي تعيشه هذه المحافظة جراء انقطاع الرواتب منذ 10 أشهر. كل المداولات التي دارت في اللقاء التشاوري كانت ترتكز حول التحدي الأبرز الذي تواجهه العملية التعليمية الآن في تعز، وهو توقف الرواتب منذ 10 أشهر. المعلمون حتى الآن والنقابات التعليمية تصعد في احتجاج. يبدو أن الاتصال قد انقطع، ربما نعود في وقت لاحق من هذه النشرة لمعاودة الاتصال بالسيد أحمد.